أكون صريح معك، إحنا ضباط يعني انتمينا للمؤسسة العسكرية، ما انتمينا إلى حزب، إحنا انتمينا إلى المؤسسة العسكرية، إحنا ضباط الجيش السابق. ولكن تتهم بأنك بعثي. بس اسمحي لي، العراقيين كلهم كانوا بعثيين قبل 2003 الكل، بس إحنا ما كنا قيادات بحزب البعث، إحنا كنا ضباط بالجيش العراقي. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، أنا كضابط سني نعم أنا من محافظة الأنبار وأفتخر، ولكن اعتزازي وفخري أكبر أنه أنا عراقي، ولائي للعراق قبل أن أكون يعني أو أن يكون ولائي إلى محافظة الأنبار.